والله يعني لي شيء كثير أكيد، يعني بتقابل مع صاحبات المشاريع والصالونات ونستفيد من بعض أكيد، إيش الأشياء اللي ممكن نتطور فيها وتساعدنا على التطور، من خبرات الخوات اللي طبعا قبلنا في هالمجال أكيد نستفيد منهم يعني أكيد. والله نحاول نشوف إيش الأشياء الجديدة اللي طالعة بالسوق، نغير يعني زي ما تقولين بالنسبة للشغل نفسه داخل المجال، أكيد نشوف الأشياء، نطلع على الأشياء الجديدة اللي ممكن نغير فيها كشغل. والشيء الثاني برضه نتناقش في أمور الأنظمة والقوانين اللي موجودة حالياً، طبعاً الأنظمة أنت عارفة كل فترة تتغير، فلازم نجتمع ونعرف إيش الجديد من بعض الأخوات المسؤولات هنا.